عاملين ايه؟ هلو هلو ايفريوان، يا رب تكونوا تمام. قرأت برج العقرب شهر يونيو 21. برج العقرب بالنسبة للناس اللي لسه ما حصلش عندهم زواج، The Empress كانت الزواج، اللي منتظرين حمل ان شاء الله، شايفة حمل عموما. وبالنسبة للرجالة أبوة كمان وآباء، لو كل ده حاصل عند برج العقرب، فالعقرب حاسس بكم طاقة. هي هو الكارت ده للأمومة، إنه يعني لو هو مش أم لسه فهي بتراعي حد بشكل كأنها أم، والأب ده لسه مش أب بيراعي حد كأنه أب أبوه فعلا. حب غير مشروط وملوش نهاية، يعني هو غير مشروط وملوش نهاية إلا إذا كان زي ما قلنا زواج أو مولود بيجي عند برج العقرب. إن شاء الله حاجة في منتهى الجمال في الدنيا. كارت في حالة يعني مش عارفة، حاجة فيها غريزية بحتة يعني، وحاجة طبيعية جدا، so natural، وحاجة في منتهى الجمال. كويس، خلينا نقول يمكن ترتب على الموضوع ده للناس اللي بتتم زواجها مثلا، انه بيعدوا من مرحلة كان شائكة، كان فيها تقلبات كتيرة جدا وصعوبات كتيرة جدا، لما كان اكثر استقرار واكثر هدوء واطمئنان. تمام، اما لو كان ممكن حفيد يا ايمان، انه بنطمن خلاص الحمد لله عدينا من حاجه كانت صعبه او حاجه كانت مقلقانا ومخوفانا. بعدين لو هو مولود نفس الحكايه، الحمد لله عدينا، كان مثلا عندنا مشاكل والحمد لله عدت فتره فيها استقرار الحمد لله وهدوء حلو جدا جدا. اذا كان لا ده ولا ده فالعقرب، لو كانت الفتره اللي فاتت عنده ما فيهاش استقرار كافي، متوتر قلقان، في موج عالي عمال يعني يتلطش كده رايح جاي، شايف ان هو ابتدى يروح لمكان اكثر هدوء واكثر استقرار، وشايفان هو اللي ممشي المركب، يعني هو كانه واخد عيلته او الناس اللي تخصه بيعدي بيهم لمكان اكثر هدوء واكثر استقرار. الكوبايات عندك يا برج العقرب ما شاء الله، عندنا ايس اوف كابس للناس اللي ما ارتبطوش، دي بدايه جديده في الحب، حاسس يعني ان هو بينجذب لشخص ما، والشخص ما ده لو هي علاقه جديده انا شايفه ان هو يمكن لسه ما فهمكش قوي، او لسه يعني مش في نفس الليفل اللي انت فيه من الانجذاب، لكن هيوصل كمان شويه هيبتدي يحس ويشوف. بس البدايه ممكن من برج العقرب ان هو بيميل لشخص معين ويبتدي ان هو يكون عايز يقرب له. بالنسبه للناس المرتبطين بالفعل برضو بيحسوا بمشاعر جديده تجاه شريكهم، شايفينه بشكل حلو، بشكل فيه رومانسيه وفيه انسيابيه كده، زي السمك كده عايم في البحر، حاجه فيها انسيابيه كده، العلاقه شكلها ماشيه بشكل انسيابي وطبيعي وحلو جدا. عندنا هنا Page of Swords، العقرب فيه عنده بدايه جديده في عمله او في حياته العمليه، يمكن يكون في شكل من اشكال التحدي ما عند برج العقرب، وهو مستعد. اهم حته دي انه مستعد. فين؟ مين اللي عايز يتحداني؟ مستعد جدا، جاهز، دماغه حاضره، مركز جدا جدا. طيب خلينا نقول لو برج العقرب فعلا في داخل في حته فيها تحدي شويه في العمل عنده، مش عايزاك يبقى عندك ثقه زايده قوي كده يا برج العقرب، لان شايفه بعد كده ممكن تكون خسرت، ما كسبتش اللي انا كنت عايز اعمله، او ما وصلتش النتيجه اللي انا عايزها. يمكن فشل في حاجه معينه، تمام؟ فالثقه في نفسي حلوه، لكن الثقه دي لازم تكون على اساس، ما ينفعش ابقى انا مثلا مش مجهز قوي او مش مجهز بشكل مظبوط وعملي واجي اقول يعني انا ممكن اكسر الدنيا، لا. وبتوحي للي قدامك انك انت قوي قوي قوي، فبيبتدي هو يجهز لك اكتر. فاهمين قصدي؟ لانه حاسس ان هو بيواجه حد او داخل في تحدي او منافسه مع حد جامد جدا، فبالتالي بيستعد لك جامد وانت مش محضر قوي. فلو انت هتبين القوه والثبات ده
لازم يكون على اساس، تمام؟ علشان نتفادى اوكي الانهزام ده. الثقه قتلتنا. ايوه بالظبط كده. ففي الهادي، وبالعكس انا دايما مع العكس، انه لا ما تبينش ان انت جامد وان انت مستعد والحاجات دي، صمت رهيب، ما تبينش للمنافس اللي قدامك انت بتعمل ايه او انت حالتك عامله ازاي، فجأة. تمام؟ تمام. عندنا هنا نايت اوف وانز، اعتقد انه الفشل او الاحباط ده بيأثر على برج العقرب، ان هو عارفين عاصفة الصحراء. هي بقى ثورة كبيرة جدا جدا، بيثور على نفسه، بيثور على الوضع الحالي، وشايف ان هو بياخد الموضوع بشكل، ما هو مش بيقبل الهزيمه بسهوله او بشكل طبيعي العقرب، لا ما بيحبش الهزيمه، فشايف ان هو بيثور جامد جدا وبيبتدي بقى ايه يشقلب الدنيا. عندك لو حصل عندك فعلا حته اللي هو الدروب ده، اوف لقد اخفقت، انا في حاجه، في خطا حصل وبالتالي اثر عليا ان انا اتهزمت. بلاش الثوره، بلاش الغضب، انا شايفه هنا فيه غضب جامد جدا، مش ده اللي هيعالج الموضوع، وانت هتكتشف ده لوحدك. بس خلينا نقول عشان كده كنا بنعمل قراءه، ان احنا نحاول نتفادى او نحاول ان احنا نسبق الحدث بفيديو ثانيه. الغضب مش هيفيد، وهتكتشف ان احسن طريقه انك انت تسيطر على الموقف بهدوءك وحكمتك او حكمتك. تمام؟ لو انت بتتعاملي مع مدير او بتتعاملي مع مدير مثلا وهو ساير مثلا بسبب الخطا او الهزيمه اللي حصلت دي، حلك مش ان انت تهب في وشه وترمي مثلا او تديله اي اعذار. نو no. انا عايزك تكون قد المسؤوليه اوكي، وتحاول تمتص الغضب الشخص اللي قدامك ده، سواء كان مديرك، ابوك، امك، حد يعني انت يعني يهمه النتيجه اللي احنا وصلنا لها دي، فتبتدي تتعامل مع الموضوع بالحكمه، وتحاول تهدي الثوره، مش هتفيد، بالعكس هتصعب الموضوع اكتر، انك انت تهديه وتقوله تمام انا عارف ان انا مثلا ما كنتش عامل حسابي كفايه في الموقف ده، وانا هشتغل على الموضوع ان انا اصلحه. طبعا انت هتبقى، انا شايفه ان انت مش هتبقى عارف تصلحه ازاي، وهتبقى في حاله حيره شديده جدا، والرؤيه بالنسبه لك مش واضحه، ومش عارف تعمل ايه، ومش عارف تاخد قرار، وحاسس يعني ثقتك في نفسك ممكن تكون ابتدت تتهز شويه. لو انا عملت كده، طب يا ترى هيبقى صح ولا لا؟ طب هتأذي ولا لا؟ او في حاجه وحشه هتحصل لي ولا لا؟ هتبتدي تكون الرؤيه عندك ضبابيه. اثبت يا برج العقرب، ما تاخدش قرارات وما تاخدش اكشن خالص، استنى شويه. يعني انا عندي تاخد خطوه متاخره شويه بس صح، احسن ما تاخد خطوه سريعه مش مدروسه وتلاقي نفسك غرقت نفسك اكتر. خد وقتك، هدي الناس اللي متاثرين باللي حصل ده اوكي، هدي نفسك واستنى لحد لما الصوره تتضح، وبعدين هتبتدي تاخد الخطوه الصح. اخر الشهر عندنا ايس اوف كوينز، بمعنى بدايه ماليه جديده. برج العقرب ممكن يكون داخل شغل جديد، بزنس جديد، يمكن دي حاجه تكون هتعوض دي، مش عارفه، بس شايفه بدايه ماليه جديده، حاجه رزق جاي لك انت ما كنتش عامل حسابك عليه. ممكن يكون معرفش بيسموها ايه، مكافآت، ممكن يكون زي ما قلنا بزنس جديد، ممكن يكون ناس ما بتشتغلش فتبتدي تشتغل. المهم شايفه بدايه للحاله الماديه حلوه جدا عند برج العقرب نهايه الشهر ان شاء الله. تمام. العقرب شايفه امور ماشيه حلوه جدا زي ما قلنا، الحمد لله الامور حلوه، الا خطا ممكن يحصل عنده بسبب زياده الثقه بالنفس، وان هو بيوري الناس اللي قدامه ان هو فظيع، ان هو ما حصلش، وهو في الحقيقه ما كانش جاهز كفايه. مش بقول لكم، لا لا البنيه تمام، انا شايفه ان العقرب امور كويسه جدا. هو حالته عامله ازاي؟ هو طبعا
برج العقرب برج مائي، فمتقلب المزاج بشكل جامد جدا، ودي طبيعته، دي يعني مش حاجه بالنسبه لشركاء العقرب ما تنزعجوش منها. هو كده ساعه تلاقيه مبسوط قوي قوي وكتله طاقه ايجابيه، وبعدها بنص ساعه نزل تحت ودخل في حته ثانيه خالص. فالمود سوينجز دي شيء طبيعي واسلوب حياه عند برج العقرب او الابراج المائيه كلها. فهنا في عندنا حالة تقلب شوية في المزاج، ممكن تكون أكثر حدة الشهر ده عند برج العقرب، متقلب مزاجيا، وممكن ده يكون مؤثر على العلاقة شوية. بحبك وبموت فيك، وشوية انت مين أصلا، ابعد من وشي السعيد. فهو في حالة يعني حدة شوية في التقلب المزاجي عند برج العقرب تجاه شريكه. طيب الشريك الناحية الثانية عنده The Star. The Star بتحيلي بطاقة حب كبيرة جدا جدا، وطاقة اهتمام وعطاء وحاجة يعني ما فيش بعد كده. والدنيا وThe Star كمان بتحيلي بحالة وضوح شديدة جدا، يعني زي ما كنت كشفك، أنا فاهمك، تمام، أنا فاهمك وعارفك كويس قوي، وعارف تعمل كده ليه، وعارف تقول كده ليه، كشفك، تمام. أوكي، العقرب نفسه في ايه؟ The Lovers. العلاقة دي لو لسه ما دخلتش في نطاق العلاقة الرسمية او الارتباط، يعني العقرب عايز ده، عايز يكون في ارتباط معاك. لو هي دخلت بالفعل في النطاق ده فهو حابب يكمل كده، هو عايز البارتنرشيب دي، هو مبسوط بيك كشريك. ده انا بتكلم على العقرب. تعالى نتكلم بقى على شريك العقرب الناحية التانية نفسه في ايه. انا شايف انه هو نفسه في بداية جديدة، بداية جديدة. بمعنى زي ما تقولوا ممكن يكون حاسس بشوية ملل، او حاسس انك انت زهقان، حاسس ان العقرب زهقان، فنفسه يعمل جو فيه مرح كده، ان هو مثلا الشمس تروحوا في مكان تسافروا وتتبسطوا، او ممكن تسافروا خالص تبتدوا تروحوا بيت تاني خالص، وحاجة فيها تجديد تجدد. شريك العقرب عايز تجديد. طيب انت شايف شريكك ازاي برج العقرب؟ وهو ده فعلا فعلا شايفك كاشف كل حاجة، وشخص بيمدك بأفكار، وخلينا نقول اللي هو الملهم بتاعك، بيلهمك الحاجات. اما بتبقى معاه بتحس بالالهام، انه في افكار، انك في حاجات جديده داخله مخك، وطاقات جديده ماشيه حواليك بتتحرك حواليك، فحاجه في منتهى الحلاوه اللي في الدنيا. شريكك يا برج العقرب شايفك ازاي؟ شايفك الساحر، مفيش حاجه مش عندك، كل الحاجات اللي هو عايزها شايفها فيك، القوه، الحب، العقل او الذكاء، والحالة المادية كمان، الغنى، والغنى مش لازم يكون مادي على فكرة، غني بطباعه، غني بروحه، شايفك الساحر، مفيش مشكلة عندك ملهاش حل، مفيش حاجة اسمها عندك نهاية، دايما تقع وتقوم تاني، فشايفك الساحر. خلينا نقول أكتر حاجة إن فيك أكتر الفاليوز أو العناصر اللي ممكن تبقى موجودة في بني آدم، الأربع عناصر. الشهر ده شايف العلاقة منتهى الجمال، Palace of Cups، يعني بصوا عايمين في الحب، عايمين في المشاعر، وحاجة منتهى الجمال في الدنيا ما شاء الله يا برج العقرب. الشهر اللي بعده شهر 7 شايفة عندك 7 of Wands، ممكن يكون في ايه يعني مشدة، ممكن دي تكون مشدة بسيطة، في عصاية كده مرفوعة، اللي هو ايه ده، ايه ده اللي بيحصل ده. في ممكن يحصل زي ما قلت مشدد في شهر 7. شهر 8 الامور بترجع زي ما كانت، فيها رخاء وفيها استقرار وفيها غنى، العلاقة غنية جدا. خلينا نقول شهر 7 يمكن ما يبقاش قوي عند برج العقرب، ممكن يكون في زي ما قلنا مشدة كده، لكن هتروح لحل ان شاء الله. الطاقة ما بين العقرب والشريك، ودي نسيت اقولها، Queen of Wands، العلاقة قوية، متينة، علاقة متينة، علاقة ليها أساس، ودي أهم حاجة، العلاقات اللي ليها أساس، ممكن يكون ليها أساس ذكريات كتير بقالها فترة العلاقة، الاتنين دول الكابل ده مختارين بعض بشكل في منطق، في توافق في التفكير، وتوافق في الـ يعني
في الروح كمان ارواحكم شبه بعض، شخصياتكم شبه بعض، توافق اجتماعي طبعا، فالعلاقه اساسها متين. القراءه العاطفيه ممتازه. برج العقرب، تعالوا نشوف كروت ال سلم، نشوف المنفصلين من برج العقرب في رجوع ولا لا. للأسف مش شايف رجوع الفترة دي، ويمكن يكون العقرب ابتدى ان هو يعني خلاص فكره يبعد عن العلاقة، ابتدى يشوف لا انا عايز حاجة تانية. تمام، انا اسفة، يعني شايف ان هو فيه عملية moving on، يعني خلاص هو تعدى. معلش يا انجي، معلش انا اسفة حقك عليا. ان هو بيحاول ان هو يعدي خلاص العلاقه دي ويعدي منها، والله اعلم طبعا، بس مش شايفه رجوع الشهر ده. كروت الملائكه هتمسح العقرب بايه؟ اوكي، spiritual understanding. I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. خلينا ترجمة الكارت ده او الحاجة اللي انا وصلها، العقرب برضو من الابراج اللي الحاسة السادسة عندها ايه، عالية حبتين. تمام، فالملائكة بتقول ان في معلومات، تمام، عمالة تبعت لك يا برج العقرب دلوقتي، ركز فيها كويس جدا. والرموز، الرموز اللي تشوفها ما تتجاهلهاش، الرموز دي هتساعدك، تمام، انك تفهم حقيقتك الروحانيه. خلينا نقول العرب ابتدي يركز في روحانيته وفي ذاته دلوقتي. خلينا نقول ايه، رحله في استكشاف الذات. تمام، في رموز بتتبعت لك الفتره دي هتساعدك في فهم نفسك اكتر. خلي بالكوا الابراج برضو المائيه اللي هي مودها طالع نازل دي، ساعات بتجي لي انا ساعات مش عارفين مين، طب انا انهي فيهم، انا يعني بيبقى فيه شويه ان هو مش فاهم نفسه. فخلينا نقول ان في دلوقتي رموز وعلامات هتتبعت لك الفتره دي هتساعدك تفهم نفسك اكتر. انا مين فيهم؟ انا اللي بيقول كلام قاسي قوي ده وبيجرح فهم الانسان اللي قدامه، ولا انا طيب وجميل وامير وحنين؟ فاهمين الحته اللي انا اقصدها؟ هتخليك تفهم.